نتواصل مشاهدينا متابعينا الكرام انطلاقات اشواطنا في صباح هذا اليوم مع اللقاية الجعدان في شوطنا التاسع مع جعدان ابناء القبائل، اللقاية التي تنطلق في الاربعة كيلومترات حاملة الكثير من الاسماء. هذا هو اللي يسيطر شاهين مشاهدين الاعزاء، وهناك محمد بن ظافر الاحبابي اللي يقدم شاهين في اول اشواط جعدان ابناء القبائل في هذا الاندفاع، بينما المركز الثاني شاهين سعيد بن خالد بن بروك الحميري على ثاني المراكز، وبقول المركز الثالث، يا سلام، المركز الثالث مبارك بن سهيل بن مرخان على ثالث المراكز مع هذا الاندفاع الجميل، والزعيم ياتينا على رابع المراكز مظفر بن محمد بن عضيلي العامري على المركز الرابع، وهناك في هذه اللحظات الغزال تعود ملكيته لخليفه بو سحر الشامسي، هذه هو اللي وصل اللي هو اشكرك لخليفه بو سحر الشامسي، انتقال ممتازة على رابع المراكز. هذه هي نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام للمراكز المتقدمة في هذا الشوط في الجعدان، اللقاية التي سوف تحمل لنا كذلك تنافس جميل واداء رائع على مقدمة هذا الشوط. العودة مرة ثانية بعد اكمال النداء، وهذا شاهين محمد بن ظافر بن مسعود الاحبابي يقود المشاركين وينطلق على المقدمة، بينما الزعيم ياتي على المركز الثاني مع لوحة الكيلومترين، ومظفر بن محمد بالعضيلي العامري هناك مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث اشكرك يا خليفة ابو سحر الشامسي، يا سلام اشكرك، ركز يا اخوي ركز على ثالث المراكز هنا، بينما المركز الرابع ياتي فيه المبارك بن سهيل بن مرخان اللي هو الرمادي، ينطلق على المركز الرابع والمركز الخامس من على بعد هناك مع عبيد بن خلفان الرفيسة، هو اللي ياتي او عبد الله بن خلفان الرفيسة اللي ياتي على المركز الخامس. الالف والاربعمية متر، والزعيم اللي تقدم المشاركين الى مكان الزعامة مكان الانطلاق على المركز الاول، يا سلام، الزعيم ظفر بن محمد بالعضيلي العامري هو اللي يقدم الزعيم في هذا الشوط على المقدمة، بينما ياتي الغزال على ثاني المراكز سعيد بن راشد الاكتبي على ثاني المراكز بهذا الاندفاع الجميل، وهناك شاهين في المركز الثالث محمد بن ظافر الاحبابي على ثالث المراكز، والمركز الرابع لا زال هناك اشكرك لخليفه بن حميد بو سحر الشامسي على المركز الثالث في هذه اللحظات، ورابع المراكز شاهين سالم، او خامس المراكز شاهين سالم بسعيد بن منانه، هذه الخمس المراكز من الجعدان المذاعه والمنطلقه في هذا التحدي وفي هذا الانطلاق الجميل، نسير مع مقدمة الشوط ومع هذا الاندفاع 800 متر الى خير، والزعيم لازال مسيطر على المقدمة وعلى الامتار الاخيرة والرقص واصدار الاوامر في الامتار الاخيرة، والغزال غير الى مقدمة الشوط سعيد بن راشد الاكتبي هو اللي في المركز الاول، ولكن الزعيم لا زال في قمة التنافس مظفر بن محمد بالعضيلي، وهناك عاد شاهين محمد بن ظافر الاحبابي عاد للتنافس
على المراكز الأولى. يا سلام ثلاثية المقدمة، ولكن الزعيم الزعيم مظفر بن محمد بن العضيلي هناك يقدم الزعيم مشاهدينا متابعينا الكرام ليضيف لنا الهاتريك في هذا الصباح والنقطة الثالثة مع هذا الشعار. تهانينا مظفر بن محمد بن العضيلي على فوز الزعيم بالمركز الأول الغزال، والمركز الثاني سعيد بن راشد الاكتبي، والمركز الثالث شاهين محمد بن ظافر الاحبابي، والمركز الرابع لسالم بن سعيد بن منانة، وهذا الخامس لا راشد بن حمد بن ضعيف بين غديل. هذه الخمس المراكز. التوقيت الزمني 6 دقائق و24 ثانية في هذا الشوط.